الصلوات رحم الله أبا ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا أطبنا لهذه الساعة، وهو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط كل الرب إلهنا، يا السيد رب الإله ضابط كل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وضعت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك كل حسد كل تجربة مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فأرزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالنعمة ورأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبيل المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه ومع روح القدس المحيي يساوي لك الآن وكل أوان وظهر الدور كلها آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفتك تمح اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي من خطياتي، طهرني لأني عارف باسمي خطياتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلو إذا حكمت، لأني هانذا بالأسامح حبل لي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غرامة حكمتك ومسترتها، تنضع علي بزوفاك فأطهر، تغسلني في أبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتعج عظام منسحقة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحي كل أسامي، قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح الياس عضني، فعالم الأسمى ترك القمون فقون إليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني يعلك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا أصرت الذبيحة اللي كنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحب، القلب المنكسر المتواضع لا يرزل على الله. حينئذ تصر بذبائح البر قربان محرقات، حينئذ قربان على مذبحك العجول الليلية شوي سنة لا شوي سنة خير نفران نميفيون نميفشين بالنفع إسواب نوتين ونوت أمين تسبحت الغروب المبارك قدام المسيح ملك إله رجل نخلو لي خطايا كثير أمين من 30 مزامير معلمنا داود النبي تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. نصلي مع بعض المزامير، سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمتك ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد الليلية. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض، لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد الليلويا. مرارا كثيرة حربوني منذ صبائي ليأكل إسرائيل، مرارا كثيرة قتلوني منذ شبابي وأنهم لو يقدروا علي على ظهر جلدان الخطاة وأطالوا اسمهم، الرب الصديق هو يقطع عناك الخطاة، فليغزي ويلتد إلى الوراء كل الذين يبغضون سهيون، وليكونوا مثل عجب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المكتزون إن بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب النيلية. زكساوسي اوسي اوسي مون فصل شريف من بشار انجيل معلمنا مالي لوكا بشير تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. ولما قام المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماد سمعان بحمى شديده فسالوه من اجلها فقف فوقا منها وانتار الحمى فتركتها وفي الحال قامت وخدمتهم، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره يقدمونهم اليه، اما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وتصرخ وتقول انت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لانهم كانوا قد عرفوا انه هو المسيح. أشتمك بخريستوس نمبي كيوتين أغاسو ابن المائس أواب جيأك إياك سوتين مناينا آن. إذا كان الصديق بجهد يخلص فإن أظهر أنا الخاطي سقل النار وحر لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله رحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11 لأنها أنا ذاب الأسام حب الأبية وبالخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء لكن أتاكل على غنى رحمتك ومحبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أن الخاطئ وارحمني. زوك سابتريك
اجي ابني في ماطي. اسرع لي مخالص بفتح الابواب الابويه حضن ابويه، لاني افنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالان اتكل على غنى رحمتك التي لا تفرغ، فاتخلى عن قلب خاشع مفتقر رحمتك، لاني اليك اصرخ يا رب بالتخشع. اخطات يا بتاه الى السماء وقدامك، ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بل اجعلني كاحة جراك. كاين كاين كيستوسيون اسطونيون امين. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطيئه بشوق وابتهاج ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهي لي اسباب التوبه ايت السيده العذراء. فاليك اتضرع بك استشفع، واياك ادعو ان تساعديني لئلا اغزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي احذري عندي، ولما امرت الاعداء اهزمي، ولابواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلعوا نفسي يا عروس بلا عيب العريس الحقيقي. يا حامل الله يا حامل خطية العالم، اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا الكثيرة امين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا لي. قدوس 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 رب السبوات، السماء والارض مملوءه من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا، والتي صنعناها التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس لازد علينا كرحمتك يا رب، وليس كخطايا انا. اللهم اجعلنا مستحقين كل لك كل الشكر قائلين. يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا فانا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من كل شرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. تحليل. نشكرك يا ملكنا المتحنن لانك منحتنا ان نعبر هذا اليوم بسلام، واتيت بنا للمساء شاكرين، جعلتنا مستحقين ان ننظر النور للمساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الان، نجنا من حال المضاد، وابطل سائر فخاخ المنصوب لنا، اب لنا في هذه الليله المقبله سلامه بغير الم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، نجتاز ايضا بسلام وعفاف، ننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الاب غير المدرك ولا المبتدا، والروح القدس المحيي مساوي لك الان وكل اوان ولدهر الدهور كلها امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود انه ممجد، المسيح الهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمه الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين اولهم انا، الداعي الكل للخلاص من اجل موعد بخيرات المنتظره. يا رب اكبر منا في هذه الساعه وكل ساعه البطنه، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بسياق، قدس ارواحنا، طهر اجسامنا، قاوم افكارنا، نقي نياتنا، اشفي امراضنا واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، احطنا بملائكه القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفه مجد غير محسوس وغير محدود، فانك مبارك الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول لك كل شكر قائلين. يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفانا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا،
لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من كل شرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تعيش وتصلي. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. طيب عارفين ترنيمه اسمها علمني ازاي؟ بص هسمعكوا الحتة كده من الترنيمة وبما نجيب الكلمات. بيقول ايه؟ علمني ازاي اصلي لك، علمني ازاي ارنم لك، علمني اسمع صوتك وفكري يكون رغم مشيئتك. تمام؟ دي جزء من الترنيمة، الباقي كله الأبيات شبه الترنيمة. هنقولها بعد الفيديو.
باسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. لحد بس ما الفيديو يشتغل هنشوف كده الفيديو هو لمده 6 دقائق تمام، وبعدين هنبدا نعلق عليه. يا ريت طبعا بس تركز بس في كلام الفيديو تمام. هبدا اشتغل. حلقه النهارده مؤدبه عن تنظيم واداره الوقت. سواء كنت الدكتور احمد زويل او كنت كابتن محمد او تريكه او طالب في المدرسه او الجامعه او ست بيت وبتدير منزل واسره، كلنا عندنا 24 ساعه بس في اليوم، وطلبات واعمال وواجبات واهداف واحلام اكبر بكتير جدا من الوقت المتاح. احنا جايين النهارده علشان نحط 6 خطوات اساسيين علشان نبدا بيهم رحله تنظيم واداره الوقت. الخطوه الاولى، راقب وقتك. علشان تقدر تستفاد اكبر استفاده ممكنه من وقتك لازم تراقبه الاول وتشوفه هو بيضيع فين. الخطوة دي لوحدها كفيلة بانها تزيد انتاجيتك وكمية الحاجات اللي بنخلصها في يوم واحد 3 أضعاف من اول يوم. وعلشان كده الخطوة دي هنديها اكبر اهتمام وتركيز في حلقتنا النهاردة. هات ورقة وقلم وسطر الورقة وقسمها 3 أقسام، الوقت مال والوقت حتى وكنت بعمل ايه في الوقت ده. وانت اكتب كل حاجة تعملها في يومك لما تيجي تعملها، وبتعملها من الساعة كام للساعة كام بالظبط. يعني من الساعة 12 بالليل لساعة 8 الصبح نايم، ومن 8 الصبح ل 8:15 بتدلع على السرير علشان اصحى، ومن 8:15 ل 8:40 بجهز علشان انزل الشغل او المدرسة او الكلية، ومن 8:40 ل 39 رحلة المواصلات الصباحية. بس أنا استفدت من وقتي بإني قرأت صفحتين من كتاب أو اتفرجت على فيديو عن إدارة وتنظيم الوقت. من 9:30 ل 10:10 فاتح الفيسبوك بلف على نفس الصور اللي بلف عليهم كل يوم، ومن 10:10 ل 10:20 على الواتساب بتكلم كلام ملوش لازمة، ومن 10:20 ل 11 بفطر وبعمل شاي وبتكلم مع زمايلي، من 11:00 ل 11:10 أخيرا بدأت أركز في شغلي شوية 10 دقايق، من 11:10 ل 11:50 فيس زفت تاني يا دي النيلة. وافضل اكتب يومك كله من اوله لاخره من غير ما تسيب ولا لحظة، حتى لما تنام سجل كل حاجة. انت محتاج تنفذ خطوة مراقبة الوقت دي لمدة يوم او يومين بس. وانت بتراقب وقتك هتلاقي نفسك مش راضي تضيع وقت، علشان هتتكسف تكتب 30 أو 50 دقيقة على الفيسبوك اتفرج على صور ناس مش عارفة انا مين اصلا. هتلاقي نفسك مشجع انك تعمل الحاجات الصح كلها علشان تسجلها عندك في جدول مراقبة وقتك. انا عن نفسي اول يوم بدأت انفذ فيه خطوة مراقبة وقتي انتاجيتي تضاعفت وبقيت بخلص حاجات كتير جدا في اليوم. الخطوة دي بس كفيلة بانها تغير لك حياتك كلها. جربها لمدة يوم واحد بس حياتك كلها تتغير في اليوم ده. الخطوة التانية، حط خطة يومية لليوم بتاعك، تو دو ليست يعني. انت اكيد سمعت النصيحة دي قبل كده كتير قوي ولسه هتسمعها كتير قوي 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 قوي، لان مفيش انسان ناجح في تنظيم وادارة وقته في العالم كله مش بيستخدم نوتة او تو دو ليست علشان يحط خطة يومية لكل الحاجات اللي وراه. كل دقيقة بتحطها في وضع خطتك اليومية هتوفر عليك اضعاف اضعاف وقت تنفيذ اي حاجة عندك في اليوم. هات نوتة صغيرة وخليها في جيبك على طول، واكتب فيها اول يوم كل الحاجات اللي المفروض تخلصها في اليوم ده، وكل ما تخلص حاجة من الحاجات اللي وراك طلع النوتة واشطب على الحاجة اللي خلصتها. ممكن بدل النوتة برنامج تدو على موبايلك، في الاف برامج تدو لجميع انواع الموبايلات ومعظمها بلاش، بس نوتة صغيرة فعلا كفاية لو تحب. علشان الخطوة دي مهمة جدا والمفروض تفضل شغال بيها طول العمر. هنقول مثال لشكل الخطة اليومية لأكثر إنسان ممكن يكون عنده شغل في يوم، وهو أم بتدير منزل وكمان بتشتغل. هاتي نوتة صغيرة واكتبي فيها خطتك لبكرة وخليها خطوات صغيرة، كل ما تخلصي خطوة اشطبي عليها. 1
أصحي الأولاد من النوم، أحضر الفطار، أحط السندوتشات في شنط الأولاد، أروح الشغل، تحضير الغداء، أعمل الواجب المدرسي مع الأولاد، تمرين الأطفال، قراءة صفحتين من كتاب عن تنظيم الوقت، ونكمل خطة لليوم كله. ممكن كمان يكون في خطة يومية للبيت وخطة تانية للشغل، كل واحد فينا خطته اليومية هتكون مختلفة، بس خلي النوتة دي دايما في جيبك، كل ما تخلص حاجة طلعها واشتغل على الحاجة دي، ولو جالك حاجة زيادة المفروض تعملها في اليوم طلع النوتة وزودها على خطتك اليومية. أكبر ميزة في الخطة اليومية دي هي إن عمرك ما هتنسى أي حاجة المفروض تعملها، وكمان وإنت بتكتب أي حاجة في خطتك مخك بيستقبل إشارة واستعداد إنه يتشجع ويعمل الحاجة دي. جرب بنفسك وشوف إحساسك والتشجيع اللي هتحس بيه وإنت بتشطب على كل حاجة لما تخلصها، إنتاجيتك هتزيد من أول يوم، وكمان تنظيم الوقت هيكون وقت مسلي وممتع. معلومة مهمة، معظم الأيام مش هتخلص كل الحاجات اللي في خطتك اليومية، ده طبيعي جدا، انقلهم في خطة اليوم اللي بعده وانت بتكتب خطة اليوم الجديد. الخطوة الثالثة، فكر على ورق. لما تيجي تفكر في أي حاجة فكر على ورق بنفس الطريقة اللي بنكتب ونرسم بيها في الفيديو ده، أفكارك وتركيزك هيكونوا أعلى بكتير جدا وانت بتفكر على ورق، وكمان هتوفر وقت كبير جدا. الخطوة الرابعة، اوعى تعمل حاجتين في نفس الوقت. لو عندك حاجة مهمة اوعى تعملها مع اي حاجة تانية، لانك كده هتضيع وقت كبير على الفاضي. لو بتذاكر اوعى تضحك على نفسك وتذاكر قدام التلفزيون او الفيسبوك. اوعى تعمل اي حاجة مهمة مع اي حاجة تانية مهما كانت. لو عندك حاجتين مش مهمين ممكن تعملهم مع بعض مش مشكلة، حتى نوفر وقت، بس لو حاجة مهمة انت عارف ما تعملش حاجة مهمة مع اي حاجة تانية. الخطوة الخامسة، احجز وقت للتركيز بدون اي تشتيت. انت هتحتاج يكون عندك كذا جزء من الوقت محجوزين للشغل بتركيز ومن غير اي تشتيت. الجزء ده من الوقت هيكون محدد زي 30 دقيقة مثلا، ولازم تلغي كل انواع التشتيت. الغي الموبايل بتاعك وانسى الفيسبوك والواتساب والشات والمكالمات مع اصدقائك وكل حاجة في الدنيا. حد 30 دقيقة اعمل فيهم حاجات مهمة وراك وركز فيهم جدا، وبعد 30 دقيقة دول خد راحة وكافئ نفسك. لو عملت النقطة دي صح هتخلص حاجات مهمة كتير جدا في 30 دقيقة دول، خصوصا لو مذاكرة او شغل محتاج تركيز. كل ما يكون عندك فترات شغل اكتر بدون اي تشتيت كل ما انتاجيتك هتزيد وتقدر تخلص حاجات اكتر بكتير جدا من اي حد تاني. الخطوة السادسة، استثمر في تنظيم وإدارة وقتك. تنظيم وإدارة وقتك هي أكتر حاجة هتخليك ناجح في كل مجالات حياتك، وانت كإنسان ناجح لازم ما توفرش أي وقت أو مجهود في إنك تتعلم حاجات جديدة عن تنظيم وإدارة الوقت. هات كتاب عن فن إدارة الوقت واقرأ فيه كل يوم، دور على فيديوهات عن فن إدارة الوقت واتفرج عليها، هات لنفسك نوتة شكلها حلو تشجعك على كتابة خطتك اليومية، شوف ايه أدوات ممكن تجيبها تشجعك على انك تنظم وقتك، وهات الأدوات دي اكتب لنا في كومنت تجربتك عن تنظيم. طبعا احنا شفنا الوقت الفيديو، اعتقد الفيديو واضح قوي مش محتاج يعني تعليق كتير، بس هنا الفيديو يمكن احنا فيديو عام على تنظيم الوقت، يمكن مفهوش بقى جزء مثلا انا يومي ممكن يبدأ مثلا لو كنت اقرأ كتاب مقدس او صلاة. احنا فعلا دايما على فكرة يا جماعة يمكن اول حاجة نصحى الصبح يمكن قبل يعني واحنا بنفتح عيني كده ادنا على الموبايل كده، ومين بعت لي حاجة بالليل، يمكن يكون حد بعت لي حاجة على الفيس ولا على الواتس ولا ايا كان، تمام؟ واحنا في الشغل واحنا في اي وقت فعلا مضيع وقت كتير جدا جدا. انا كان في فيديو يعني على اليوتيوب سمعته بالنسبه لابونا بولس جورج، كان الاسم الفيديو كده فتافيت الوقت. طبعا زائد ان احنا بنعمل اداره للوقت المفروض زي ما الفيديو كده شفناه مع بعض، تمام؟ في الفيديو التاني بتاع فتافيت الوقت ده كان بيقول احنا ممكن خمس دقائق بس كده نستغلهم، ممكن اقرا اصحاح في الكتاب المقدس. حتى كمان ابونا في يعني في الفيديو قال كده، انا حسبتها بالستوب ووتش وقال ان هو قرا الكتاب المقدس بتأني اصحاح كامل كان 43 آية، خلاص قرا في خمس دقايق الا 10 ثواني، تمام؟ يعني احنا ما نجيش نقول لا انا ما عنديش وقت، مثلا انا دلوقتي معايا دلوقتي الشغل زائد مش عارف بصحى الساعه كذا زائد انا مثلا بنزل بسرعه زائد
ان انا برجع ببقى تعبان. لا، احنا عندنا يا جماعه لو قدرنا وقتنا صح هنلاقي وقت لكل حاجه. في حاجات كتير بنضيع فيها وقتنا واحنا عارفين كويس جدا، سواء الفيس او التليفونات او زيارات او النت، تمام؟ ممكن نستغلها استغلال جيد جدا في الوقت بتاعنا. طبعا عشان بس يمكن التعليق يكون بسيط جدا علشان نبدا بالنسبه للترنيمه دلوقتي او الاجتماع بتاعنا، يا ريت يا جماعه ننظم وقتنا. على فكره احنا عندنا مشكله كبيره فعلا ان احنا بندي وقت لحاجات كتير غير مهمه، وبنيجي لحاجات مهمه جدا نقول لا انا ما عنديش وقت ليها. وعلى فكره من ضمن الحاجات دي احيانا بيكون الشغل بتاعنا فعلا. يعني الفيديو لما بيقول دلوقتي احيانا بقعد في الشغل بضيع وقت كتير على الفيس او على الواتس، ده بيحصل فعلا معانا كتير واحنا قاعدين. طبعا ده غير بقى اللي قاعد في البيت، طبعا بيبقى اغلب وقته ايه على الحاجات دي اكتر يعني. تمام، ربنا المجد الدائم لابدين. مساء الخير يا جماعه، احنا النهارده عندنا اجتماع صلاه زي ما كنا قايلين لكم قبل كده. في الاجتماع ده بنقضيه كل الوقت في الصلاه، كل حد طبعا انه يكون بيكلم ربنا باللي جواه واللي عنده واللي محتاجه من ربنا يسوع المسيح. عنوان اليوم او موضوع اللي هتدور حواليه كل الترنيم والصلاه تقريبا ارني مجدك، ودي كانت كلمه او ايه قالها موسى النبي لربنا، طلب منه قال له انا عايز اشوف مجدك. طبعا محتاجين نشوف مجد ربنا، مش بس المعجزات والمعجزات دي حاجه كويسه، لكن محتاج اشوف مجد ربنا في حياتي وفي قلبي وفي علاقاتي وفي شغلي. يعني ايه مجد ربنا؟ يعني استعلان حضور ربنا في حياتي، بس ببساطه كده انه ربنا يبقى ظاهر فيا، هو ده مجد ربنا في حياتنا. فاحنا هنقف دلوقتي ان نبدا اجتماع الصلاه بتاعنا، اتفضلوا نصلي. اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزر حياتي ان لا لهيب. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزر حياتي ان لا لهيب. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى اخر باب اتسد هل مسكت بتوبه. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى اخر باب اتسد هل مسكت بتوبه. انا هلمس هد بتوبة. انت شافي نفسي، انت شافي جسدي،
انت شافي نفسي، انت شافي جسدي، انت يا طبيبي، انت اله عظيم، انت الهي، معك مفيش مستحيل تحيني من مماتي، انت اله عظيم، انت الهي، معك مفيش مستحيل تحيني من مماتي، انت الهي، انت الهي، انت الهي، انت يسوع الفادي، انت واهب الحياة، انت ليا طول نجاة، انت واهب الحياة، انت ليا طول نجاة، وفي ايدك ظروفي، وفي ايدك ظروفي، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت محي خوفي، انت محي خوفي، انا بس محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك، انا بس محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك، طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى اخر باب اتسد هلمس هد بتوبك، انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى اخر باب اتسد هلمس هد بتوبك، انا هلمس هد بتوبك. سفر الخروج لموسى النبي، بركاته على جميعنا، امين. ممكن نصلي الكلام ده بصوت خافت كده مع بعض. وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا، انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر الى الارض التي حلفته لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك اعطيها. وانا ارسل امامك ملكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحسيين والفرزيين والحويين واليابوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، فإني لا أصعد في وسطك، لأنك شعب صلب الرقبة، لألا أفنيك في الطريق. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضعوا أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب، وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة، ودعاها خيمة الاجتماع. فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. كان جميع الشعب إذ خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته، وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة، ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. قال موسى للرب: انظر، أنت قائل لي اصعد هذا الشعب، وأنت لم تعرفني من ترسل معي.
وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر أن هذه الأمة وأنظر أن هذه الأمة شعبك. فقال وجهي يسير فأريحك. فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. فأنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. فقال أرني مجدك. فقال أرني مجدك. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب تسد حلمي صوت بتوبك. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب تسد حلمي صوت بتوبك. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب بنشكرك لانك جبتنا قدامك في هذه الساعه. يا رب يسوع المسيح لما كنت بتكلم موسى عبدك قلت له مش هقدر امشي معاك ولا وصلك الارض، هبعت ملاك عشان انت شعب صلب الرقبة. يا رب انا نفسي زي ما موسى قال لك كده اشوف مجدك، وزي ما كنا بنرنم نشوف مجدك في حياتنا. يا رب يا رب انا بسمع عن المحبة لكن لما باجي ادور جوايا مش بلاقي غير كل بغضة. بسمع عن الطهارة والقداسة ولما فتش جوا قلبي بلاقي النجاسة سكنة ومعششة، بلاقي صور وبلاقي خيالات، بلاقي حاجات بعيدة جدا عن القداسة. بسمع عن المجد ادور في حياتي ملقهوش. بسمع عن السلام وادور جوايا الاقي نزاع يا رب ولاقي تمزق. وادور في علاقاتي الاها ممزقه حتى مع اقرب الناس ليا. انا بعيد جدا يا رب عن المجد اللي الكتاب بيتكلم عنه. شدني يا رب ناحيتك، شدني اليك، اجذبني وراءك يا رب. أنا عارف إني زي الشعب صلب الرقبة، عنيد متمرد، برفض صوتك وبرفض كل مرة بتقولي إني أرجع لك، وبرفض أسيب حاجات، وبرفض أستغنى عن علاقات، وبرفض حتى الحاجات الوحشة بتمسك فيها بيها وبرفضك أنت يا رب. أنا صلب الرقبة، أنا عنيد. من فضلك يا رب، من فضلك غير لي قلبي من الداخل، غيرني من جوه من جوه من جوه من أعماقي يا رب. يا رب من فضلك يا رب، من فضلك من فضلك يا رب. أنا محتاج أشوفك في حياتي، وكل إخواتي اللي واقفين قدامك محتاجينك أنت، أنت احتياجنا. محتاجين نشوفك جوه قلوبنا، جوه حياتنا، في علاقتنا، في الخدمة. اترائف علينا يا رب، انظر إلى حالتنا المرة. يا رب أقدم لك توبة من قلبي يا رب على الوقت اللي بيضيع،
على اللسان اللي بينطق كل زفارة وخطية، على الفكر اللي بيشتهي، على القلب اللي بيغضب وبيحقد وبيحتد وبيحسد. يا رب اطرد كل ده من الهيكل بتاعك، واسكن انت واعلن مجدك. يا رب طلبت قلبي في هذا اليوم، في هذا الاجتماع لضعفي ولاخواتي، هي اللي قالها موسى: أرني مجدك، وريني مجدك يا رب، وريني مجدك في تغييري، وريني مجدك في انك تقدر تعمل بي حاجة، وريني مجدك في انك تعرفني هدفي ورسالتي في الحياة، وريني مجدك في انك تصنع سلام في اعماقي الممزقة، وريني مجدك يا رب. امين. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان فعني قشور شلها بيدك. يا يسوع انت احتياجي، بتمسك بيه، وانت فرحي وتاجي، وانا عيني عليه. يا يسوع انت احتياجي، بتمسك بيه، وانت فرحي وتاجي، وانا عيني عليك. انا بطلب مجدك، وريني مجدك، وان كان فعني قشور شلها بيدك. انا بطلب مجدك، وريني مجدك، وان كان فعني قشور شلها بيدك. وان كان في قلبي خطيه ورعيتها كتير، خلصني من العبوديه بقوة التحرير. وان كان في قلبي خطيه ورعيتها كتير، خلصني من العبوديه بقوة التحرير. انا بطلب مجدك، وريني مجدك، وان كان في عيني قشور شلها بيدك. انا بطلب مجدك، وريني مجدك، وان كان في عيني قشور شلها بيدك. انا مستنيك يا فديه، وقلبي عطشان رؤيت شخصك تحيني، ونبعك مليان. انا مستنيك يا فديه، وقلبي عطشان رؤيت شخصك تحيني، نبعك مليان. انا بطلب مجدك، وريني مجدك، وان كان في عيني قشور
شيلها بيدك، انا بطلب مجدك وريني مجدك، واذا كان في عينيا قشور شيلها بيدك. يا أبونا السماوي، إله أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم الأبرار، أنت يا رب ضابط الكل وصانع الكل، السماء والأرض وكل زينتهم. بكلمة منك يا رب لجنت البحر وربطته، وباسمك المخوف والمملوء مجد قفلت بق البحر عشان ما يبلعناش. الكل يا رب قدام وجهك القوي بيبقى خايف ومرعوب، مفيش حد يا رب يقدر يتحمل مجدك العظيم والغير محدود، وبرضه يا رب محدش يقدر يدرك غضبك على الخطيه ومحبيها، وزي يا رب مفيش محد بيقدر يقدر غضبك على الخطيه ومحبيها، محدش برضه يا رب بيقدر يدرك او يحصي رحمتك على تارك الخطيه التائبين اليك. انت يا رب الهنا الحنون الطويل البال الكثير الرحمه الحزين والباكي على الانسان الشرير، انت اله صالح وعدتنا يا رب، وعدت اللي بيخطئوا اليك حتى بالتوبه والغفران والخلاص. ان كان في حد يا رب اولى بالتوبه فانا الاولى بالتوبه، احنا يا رب الاولى بالتوبه مش ابائنا القديسين الابرار. لو حد قدر يعد رمل البحر مش هيقدر يعد خطاياي، كفايه بس الايه اللي بتقول من يقدر ان يفعل حسنا ولا يفعل فتلك خطيه له، دي بس يا رب تخليني اعرف ادرك قد ايه يا رب ان انا بعيد بعيد عن وصاياك ومجرم في حقك. ذنوب يا رب تقلت بقت حمل فوق راسي زي الحديد، مش مخليني قادر ارفع راسي وعيني ناحيتك. يا رب انا ما استحقش حتى السجود تحت رجليك. بصراحه يا رب انا راجع لك عشان بس مش مرتاح ومش لاقي سلامي في البعد عنك. لما عملت الشر قدام عينيك يا رب فقدت سلامي. مشيئتك الصالحة يا رب في حياتي ما طلبتهاش، وصاياك للخير ما حفظتهاش، ما قداميش يا رب أو مش في إيدي غير أن أحني قلبي تحت رجليك وأنا بصرخ أخطيت يا إلهي أخطيت وعارف أسامي، اغفر لي يا إلهي اغفر لي، وما تسيبنيش متأيد بأسامي في أسافل الأرض للأبد. أنت إله التائبين، إلهي اعلن صلاحك يا رب بغفرانك ليا رغم ان انا ما استحقش، وخلصني برحمتك الغير محدوده. اسبحك واشكرك كل ايام حياتي يا من تسبحك القوات السماء بلا فتور، ليك المجد الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. اسمك عالي يا فدينا
ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا ويقبل بيدوب قدامك اسمك عالي يا فدينا دي الأنهار بتسقف لك كل الآلات تعزف لك ويا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع لك انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب ومال الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي انت عالي فوق كل اسم مهما يكون عالي فوق السحاب ومال الكون عالي هيشوف ملكك كل العيون عالي. اتفضلوا استريحوا في هدوء زي ما احنا هنتفرج على حاجة بسيطة كده ونكمل.
اتفضلوا نقوم نصلي. فرصة لكل واحد يصلي كده في سره. أنا جاي ومسنود على وعدك وعنيا تنظر لمجدك واثق فيك وفي قوة حبك. أنت إلهي صادق في وعدك. أنا جاي ومسنود على وعدك وعنيا تنظر لمجدك واثق فيك وفي قوة حبك. انت الهي صادق في وعدك. طول ما انت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي تهتف نفسي ده هو الهي اللي ضمني في حضنه الدافي. طول ما انت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي تهتف نفسي ده هو الهي اللي ضمني في حضنه الدافي. صادق 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 يا ربي انت يا ربي. صادق يا ربي في مواعيدك. صادق 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 يا ربي انت يا ربي. صادق يا ربي في مواعيدك. وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تبكمها في الحديد. لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها. وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تبكمها في الحديد. لو دخلت نفسي الى رحبك ربي بتخرجها. ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة ان اتكلم تحييني وتمد لي ايدك تعمل فيا لما اسلم. ولو شفت نهايتي بعيني
ومليش قوه ان اتكلم تحيني وتمد لي ايدك تعمل فيا لما اسلم. صادق 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 يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. صادق 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 يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. بشكرك يا رب على كل حاجه واضحه ليا او مش واضحه. بشكرك على كل حاجه شايفاها في مصلحتي او في مصلحتي. بشكرك على كل حاجه. بشكرك يا رب على الحاجه اللي ما تتهانيش قبل الحاجه اللي تدهاني. بشكرك يا رب لانك صالح دايما وصادق. بشكرك لانك امين في كل وقت. بشكرك يا رب. بطلب منك يا رب انك تعلمني طريقك عشان اعرف اسلك فيه. علمني يا رب طريقة معاملتك للناس. بنطلب منك يا رب تعلمنا ازاي نشوف طريقة تعاملاتك طريقة حبك عشان ندرك مدى حبك. ما نقولش ان انت ماشي في عكسنا. ما نقولش ان انت سايبنا في الوجع. ما نقولش ان احنا متسابين ومتروكين. علمنا يا رب ازاي نشوف كل حاجة صح. نشوفها بمنظورك انت مش بمنظور العالم. علمنا يا رب دايما نشوف تملي الواقع التاني مش الواقع اللي احنا عايشينه. الواقع اللي احنا عايشينه كله شر مفهوش اي شيء صالح. عالم عايشين فيه كل حاجة غلط. الواقع بتاعك انت الحقيقة. انت الصالح. انت الكامل. انت الكفاية وانت الواحد. انت الكفاية يا رب. علمنا يا رب دايما نبقى بصين عليك انت مش نبصين على حاجة تانية. خلينا دايما يا رب شايفين مجدك. بنطلب منك يا رب تورينا مجدك يا رب. توري مجدك لكل حد محتاج يشوف مجدك يا رب. لكل واحد محتاج يلمسك ويتعامل معك معاملة شخصية. بنطلب منك يا رب تتعامل مع كل حد. كل شخص يا رب رده ليك. ولادك الواقفين قدامك دلوقتي يا رب كل واحد فيهم انت عارف اسمه وعارف ايه طلبته وعارف هو موجوع من ايه. حط ايدك يا رب على كل مكان وجع فيه. اشفي جراح كل ولادك يا رب. خليهم يشوفوك يا رب. خليهم يشوفوا ان انت صالح بجد. ان انت الشافي. انت الاب. انت الصديق. انت الحب. اشفي وجع كل ولادك يا رب. كل حد موجود هنا لسه معرفكش أرجوك بنطلب منك النهاردة يا رب. بنطلب منك النهاردة يا رب تضمه لحضنك. تعرفوا ان حضنك ده مفيش زيه أبدا. يترد ليك يا رب. يترد ليك. عرف نفسك لولادك يا رب. اظهر مجدك يا رب لولادك اللي لسه معرفوكش. اظهر مجدك يا رب. حط ايدك على رأس كل واحد فينا. باركه. اديله بركة الحياة وسلام. بنطلب السلام يا رب في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. بنطلب الواقع التاني. الإيمان والرجاء اللي فيك. بنطلب سلامك يا رب. مهما كانت الدنيا ملخبطة حوالينا وكلها حروب وكلها أخبار وحشة جدا. ما فيهاش ولا خير. هنصدق يا رب ان انت اللي بتدينا السلام. وان احنا معاك ما فيش حاجة. فيش حاجة هتصيبنا أبدا. وحتى لو في يوم من الأيام سمحت ان حاجة تحصل. هيكون للخير. وهنفضل مصدقين انك صالح. وعمرك ما بتعرض حد فينا للخطر. وحتى لو قوانين الحياة سيطرت فانت دايما حمينا. ودايما محوط علينا بايديك. تحت مظلتك يا رب دايما حمينا ومحسيك حوالينا. طالبينك يا رب. طالبين حضورك تملي في حياتنا. افتح عيون شعبك يا رب كلهم. افتح عيونهم يا رب على النور الحقيقي. نورك انت. كل واحد يا رب تحت يأس
بنطلب منك تديله لمسة رجاء. كل واحد تحت المرض اديله يا رب انت لمسة شفاء. كل المقصورين يا رب انت اللي تفك قصرهم. كل واحد فيه عادة مسيطرة عليه انت يا رب اللي تشفيه وتفكه. مفيش حاجة تسيطر على ولادك يا رب، احنا ولاد الملك، احنا ولادك. ارجوك يا رب ما تسمحش ان حاجة تسيطر علينا. ما ينفعش نعيش عبيد واحنا ولاد الملك، ما ينفعش. انت يا رب اللي تسيطر على كل حاجة، انت اللي ليك كل السلطان والمجد، انت اللي ليك كل التصرف علينا، مش حاجة تانية. بنطلب منك يا رب انك تورينا المجد تملي في حياتنا. بنطلب البركة، بنطلب نورك، بنطلب سلطانك، بنطلب رحمتك، بنطلب شفائك لنفوسنا كلنا يا رب. ليك كل المجد والسلطان إلى الأبد، أمين. لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا ترتفع يا يسوع ما بينا ونلمس الحضور بروحنا والذبائح تترفع لك يا يسوع المجد ليك كلمة منك رب تحيي كل قلب بيناديك محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكثير تحضن تايه تضمه تتفتح عين الضرير محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكثير تحضن تايه تضمه تتفتح عين الضرير محتاج لك. وفي حضورك يجي نورك والظلام تنهي زمان ونتملي بسلطان كلامك والعدو يرجع مكانه ما في سلطان ولا قوة غير شخصك في الوسط تملى تشبع وتنور كل قلبي كرطبا محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكثير تحضن تايه تضمه تتفتح عين الضرير محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكثير تحضن تايه تضمه تتفتح عين الضرير محتاج لك. اتفضلوا ارتاحوا. النهارده بيباركنا وجوده معانا دكتور فيصل فؤاد، ودايما بيباركنا بوجوده. وهنسمع النهارده تأمل باسم أريني مجدك. بسم الله أبو الابن الروح القدس الاله الواحد امين. حنين ابونا حنين ابونا. شكرا يا ابونا.
كلمة من آلاف السنين من أيام موسى النبي اتقالت، وقت ما كانت العلاقة ما بين الإنسان والله تحتاج إلى إثبات، الكل يبحث عن مجد الله الذي لم يراه. تفتكروا هذا السؤال وارد النهاردة؟ هل الطلبة مطلوبة النهاردة؟ تعال نشوف بعض الحقائق كده مع بعض. يا ترى هل بعد الميلاد العجيب، بعد أن أوفى الله بوعده أن يتجسد الابن الكلمة، وبعد أن نسمع من رآني فقد رأى الآب، أي مجد أعظم من هذا؟ الميلاد يحكي وجود الله بين شعبه، تجسده الكلمة في هيئة إنسان. هل هناك مجد ينتظر الإنسان أعظم من هذا؟ نطلع شوية قدام. بعد أن رفع ابن الإنسان على عود الصليب ومات وأعطى قمة الحب، هل هناك مجد أعظم من مجد الصليب؟ هل هناك حب أعظم من هذا الحب؟ هل هناك عطاء يمكن أن يجد الإنسان من إله أن يفديه على الصليب؟ هل هناك عطاء أعظم من هذا؟ هل هناك مجد أعظم من مجد الصليب؟ نطلع شوية قدام. هل بعد أن قام المسيح وأرانا مجد قيامته اللي بنقوله لحد النهاردة، هل نحتاج أن نسأله أرنا مجدك؟ هل هناك مجد أعظم من أن يقوم من بين الأموات؟ خلوا بالكم، الميلاد عجيب لا يمكن أن يتكرر، والصليب حب لا يمكن أن يتكرر، والقيامة فريدة واحدة لا يمكن أن تتكرر، وفي كل هذا يتمجد الله. هل نسأل أرنا مجدك؟ طيب سيبوا كل دول. بعد أن حل الروح القدس في الإنسان وقال له العلاقة بيني وبينك، أنا في وسطكم، أنا جواك، أنا متحد بيك، هل للإنسان مجد أعظم من هذا؟ أن يكون الله ساكن فينا؟ لسه ما زلنا نسأل أرنا مجدك؟ يبدو أن الإنسان مش شايف كويس. السؤال لم يعد له مكان، اطلبه، ما أقولكش ما تطلبوش، لكن ارجع للحقيقة أنه تمجد في الميلاد وتمجد في الصليب وتمجد في القيامة، وأنت تمجدت معه بحلول الروح القدس. إذن احنا مش بنطلب أن نراه ممجدا، نحن ما زلنا نطلب آية. هو قال أنتم جيل يطلب آية ولن تعطى له. بنبحث عن الشيء الخارق للعادة، بنمتحن الله أحيانا. إن أردت أن تتمجد أرنا، لسه بنقول له اثبت. يا ترى بعقل الصغير بعد كل ده ما حصل بقول له اثبت أن لك مجد؟ لسه هقول له عايز أصدقك وريني؟ لسه توما؟ مش معقول، أنا إنسان ضعيف، أنا إنسان بين قوسين مع التحفظ ضعيف الإيمان. لأن ما هو الإيمان؟ أن نصدق مواعيد الله. إذا كنا حتى الآن نطلب أن نرى هذا المجد ولم ندركه بعد، فنحن ضعاف الإيمان. وأنا أولكم. فقط استرجع هذه الحقائق،
أنه تمجد في كل ده ولم يعطني الفرصة أن أهرب. قال لي أنا معاك، الروح القدس ساكن فيكم. ساكن فيكم يعني إيه؟ يعني ما تعرفش تطلع منه، تعرفش تنفصل منه، ما يعرفش تبعده مهما عملت، حتى لو حاولت تسكته شوية بس هو موجود. هذا الاتحاد الكامل هو مجد لله. الله يتمجد في كل لحظة، يتمجد في كل فعل، حتى لو كنا بالعين البشرية نرى أن الشيء سيء أو غير مطلوب أو غير محبوب. هو يقول أنا أريد، وعندما يريد الله تقف كل إرادة أمامه. مش حد يقدر، ده أنا إرادتي في الحياة أن أتمم إرادة الله في حياتي. لما يقول هذه إرادتي هتعمل إيه؟ لسه هتقول له أريني مجدك؟ بتمتحنه؟ ما زلنا نمتحن الله في كل لحظة؟ الله لا يخضع لامتحان البشر أبدا. الله أعطى قبل أن تسأل. الخلاص كان مجانا، وهو يعرف أننا لا نستحقه، ولكن محبته العظيمة اللي لا يمكن تقاس بأي شيء أتمت هذا الفداء حتى ينقذ البشرية كلها، حتى يتمم وعد قديم النسل المرأة يسحق رأس الحية، فأتمه وأعلن في قمة المجد على الصليب. ماذا نريد؟ بأرنا مجدك. أن ترتفع راية الصليب، منذ أن ارتفع المسيح على الصليب لم تنزل ولن تنزل. لن نطلب أن ترتفع أكثر. ارتفع المسيح على الصليب مرة واحدة في التاريخ ولن تتكرر. هذا الصليب مرفوع دائما. الله بفدائه على الصليب أقامه ولن يرجع. لا تخف. فقط مطلوب مني كإنسان إيه؟ أن أصدق مواعيد الله. هذا هو الإيمان، أن أصدق ما قاله الله. أنا لسه عندي شك، لا أراجع نفسي. يا ترى لم ندرك بعد حقيقة الميلاد؟ لم ندرك بعد حقيقة الصليب والقيامة؟ لم نشعر بداخلنا بحلول الروح القدس؟ علامة استفهام لازم نفكر فيها. السؤال إذا جاز التعبير لم يعد واردا. السؤال في العهد القديم لم يعد واردا في العهد الجديد. ماذا تريد أن ترى بعد كل هذا؟ هل تريد أن ترى الآب؟ قال من رآني فقد رأى الآب. بلاش الثالوث الذي أؤمن به، إذا الروح القدس داخلي فقد رأيت الآب. أنا متحد بالله، أنا وارث مع الابن في الملكوت، مدفوع عني عربون الملكوت. هو سبق وقال إن مملكتي ليست من هذا العالم. إذن أنا في عربون مدفوع لي، أنا وارث في ملكوت تاني. شفته؟ قال لي آه، وصفته لك. ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن، ده الملكوت. آه ده اللي جاي. مضمون؟ مضمون، بس تثق فيه، بس تصدقني، لازم تصدقه. السؤال أرني مجدك، اسمحوا لي افتح قوسين عشان مش من حقي اقول، لم يعد وارد في حياه المسيحي، لم يعد وارد بعد وجود المسيح في حياتنا، لاننا لابد ان نراه في كل لحظه، لابد ان نراه. مش يعني مش هنقول له ارنا مجدك، لا، نلح في هذا الطلب، لكن تاكد انه موجود ومجده ممجد في كل لحظه، في كل عمل تقوم به ايدينا، ان كنا نصدقه، ان كنا نؤمن به، إن كنا نعمل بإرادته، إن كنا نتركه يعمل فينا،
إن كنا نعطي مساحة للروح القدس أن يتحرك في ذواتنا فيعطينا قوة وإرادة أن يتمجد الله في حياتنا. خلي بالك ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. دي مش شعر، دي مش آية منسوخة، دي حقيقة. لأنك في كل عمل تمجد الله، وفي كل عمل يرى الناس مجد الله فيك. لا تسأل أرنا مجدك، لأنه أعلن مجده في كل ده. السؤال لم يعد وارد، السؤال هاجس داخلنا وكأننا بنغمى عينينا مش شايفين. الحقيقة أنه تمجد، الحقيقة أنه ممجد، الحقيقة أننا نمجده في كل أعمال، لأنه لما عندما يروا أعمالنا الصالحة فيمجدوك أنت الذي في السماوات. ده إثبات دامغ على أن الله ممجد في كل عمل تعمله يقدس الله. مش عايز أطول عليكم، فقط أن تتحرك إرادتنا أن نصدق مواعيد الله، أن ندرك أن الله متمجد دائما. بس طبيعتنا البشرية مش هتمنعنا أن في كل لحظة نقول له إيه، أرنا مجدك، هو يقول لك أنا موجود ما تقلقش، ولإلهنا كل مجد دائما أبديا آمين. يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب، ما عاد يهون الغربة ويهون حمل الصليب. ربي يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب، ما عاد يهون الغربة ويهون حمل الصليب. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، عايش في حما، عايش في حما، وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات. ده حبيبي حلو حلاوة وكله مشتايات، وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات. ده حبيبي حلو حلاوة كله مشتايات، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. أنا عايش في حما، أنا عايش في حما،
ويا لامي في البريه مهما كانت كتير على زروع الابديه يحملوني القدير. ويا لامي في البريه مهما كانت كتير على زروع الابديه يحملوني القدير. محلى العشره ويا يسوع ربي السماء محلى العشره ويا يسوع ربي السماء يبارك الحياه والعيشة حلوة معاه يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه أنا عايش في حيمة أنا عايش في حيمة. ربنا الحبيب يسوع ما زلنا يا ربي بكل ضعفنا نطلب أن ترنا مجدك ونحن نعلم أنك يا ربي ممجد دائما إلى الأبد ودعوتنا يا ربي لأن نرس معك ملكوتك وأعطيتنا يا ربي كل البركات ومنحتنا يا ربي حبا جليلا لا نعود الصليب. لذا ربي فقط امنحنا أن يقوى إيماننا فيك وأن نصدق مواعيدك وأن نعرفك أكثر لأننا يا ربي كلما عرفناك كلما اقتربنا إليك وكلما اقتربنا إليك شعرنا بمجدك ورأيناه. نطلب يا ربي طلبة خاصة من أجل شعبك وميراثك وكنيستك. نطلب يا ربي كل المحتاجين أن يروا مجدك. نطلب يا ربي من أجل كل مرضى شعبك. نطلب يا ربي لأن المحتاجين أن تمد إليهم يدك بالنعمة والبركة. أن تفك ضيقاتهم. أن تكشف يا ربي عن عيونهم وتعرفهم مجدك. فيعرفوك أنت الأب الحقيقي. امنحنا يا ربي حبا كما أعطيتنا على عود الصليب. امنحنا يا ربي قلبا محبا حتى ربي ما ندركك حتى ربي ما نعرفك. اذكر يا ربي كل المحتاجين اليك الان وكل اوان الى الابد امين. لك المجد أيها الطويل الأنا، لك المجد أي المتعطف على البشر، لك المجد أيها المحسن إلى النفوس والأجساد، لك المجد أيها المشرق شمسه على الأشرار والأخيار والمرسل مطره على الصديقين والظالمين، لك المجد أيها الفادي كافة الأمم لكل الطبيعة البشرية مثل إنسان واحد. أسجد لك أيها الصالح أباركك. إليك أتضرع أيها القدوس لأنك أنت وحدك سيد الكل بلا خطية. وحدك أسلمت ذاتك للموت من أجلي أنا الخاطي غير المستحق.
لكي تحرر نفسي من قيود الخطايا. فماذا أرد لك أيها السيد عوض هذا؟ لك المجد يا من نزلت من السماء لتخلص نفوسنا. لك المجد يا من تجسدت في أحشاء البتول. لقد أحببتنا نحو عبيدك وتهبنا كل شيء وتدبر أمورنا وتشفي جراحات نفوسنا بكثرة أنواع الأدوية وتتمهل علينا إذا ما خالفناك. إنك تشاء أن تخلصنا كلنا وأن نصير ورثة ملكوتك. تريدنا أن نتوب ونرجع عن خطايانا فتهبنا عفوك وتجود علينا وتشفي جراحات العاجز وتفتح فمه لينطق ويخبر بمجدك. أنت خلصتنا بكثرة تحننك وأنرت عيون أذهاننا ووهبتنا المعرفة وأذقتنا حلاوة حبك لكي نطلبك بلا تواني. فمن لا يحبك يا سيد؟ من لا يسجد لك ويشكر صلاحك؟ الويل لي أنا الجاحد إحساناتك والمرتكب خطايا لا حصر لها. فإني أخطأت يا رب إليك أكثر من رمل البحر وانحنيت تحت ثقلها كما تحت أغلال حديد كثيرة، وليس لي دالة أن أتفرس وأبصر علو السماء. إلى من ألتجئ إلا إليك يا محب؟ أنت هو المحتمل خطايانا. اللهم ارحمني كعظيم رحمتك ومثل كثرة رحمتك. امحو اسمي. أسألك يا رب يسوع المسيح أن تغفر خطاياي وتهب قلبي إحساسا بمعرفة رحمتك لي، فيكون في أمانا من الخوف من الدينونة والعقاب الأبدي. أيها الرب الإله، حين أذكر تلك الساعة أخر ساجدا لصلاحك لكي لا تسلمني للذين يظلمونني، لئلا يفتخر أعداءك على عبدك. يا رب الذي فتح أعين العميان، افتح عيني ذهن المظلمتين. يا من طهرت الأبرص بكلمتك، طهر أدناس نفسي لتصير نعمتك في كالنار تحرق الأفكار النجسة. أنت يا رب هو الصالح وحدك، أنت هو النور الذي يفوق كل النور والسرور الذي يفوق كل سرور والراحة التي تسمو فوق كل راحة. أنت هو الحياة الأبدية والخلاص الدائم إلى الأبد. لك أيها الصالح أجثو ساجدا متضرعا. انهض أعضائي التي حطمتها الخطية، أضيء قلبي الذي أظلمته الشهوة الخبيثة. نجني من كل عمل خبيث. اشرق في يا رب يسوع المسيح محبتك الكاملة. اكتب اسمي في سفر الحياة وهب لي آخرة صالحة لكيما ارفع راية النصرة على ابليس المحتال. اسجد لك بلا خجل امام عرش ملكك مع كافة الصديقين، فانه بك يليق المجد الى ابد الدهور. آمين.
إريب صديد في طفقش إري يجونو أفكس أفتون فافكر في مذمو أفتي شوش هو سيروف أري هو تشاس فوشن برومي امباليوس او جرهم بفيري افكليوس او اخونت ميغاليوس نوس نخرس تيانوس نيبرز فيتروس كزيا كونوس ما ومشوس جيوهي كانوس حسيرو أريهو تشا زيتي هارون وفي شمتن ألو إطاب خريستوس بنوتي أولو أفنا وإبولاها سيهو لوسيرو أريهو تشا ويبك نوتي فاسياس ورفتنا إلا أرقي سياس أموشارنا أنانية حسيرو أريهو شا زيلوتي أزارية إسبراسكي إبروئيكي مسم فرياس ما أؤنت قوم تتريا حسيرو أريهو تشا يبي غارس مانوئل هيتن ميتي أمي صائل لالي خنو إزمي إنسلي لهو سيرو أريهو تشا سيؤتي تينوكا تشنتيرو ساجين نبرز فيتيرو ازمو بشوش نهفي اوي تيرو حس ايروف اريهو تشاس يس نهفي اوي سساجي امبو امبنو تيشا يخون امبو أني أنجيلو إطافك هو وصيرو أريهو تشا كنين زنو ميستو كيريو اسمو إبرانتو تيميو بيرين بيون مني سيو سيرو أريهو تشا لبوني مؤوني مننيوتي افي ميزوتي بن رفسوتي جين صوف بفنوتي انتننيوتي هس ايروف اريهو تشا مؤوني بشويس اوني تشي بإفما نيسيوني ميني فينم ببنفما بيقاف نم بكرم نم بيقاف ما هس ايروف اريهو تشاس نكتس كي امر ربي فسكي اسكي توسكي اسيت ربي جيزوك ساسي ولاني ربي هس ايروف اريهو تشاس اكسيلا كي فانتا تافي امينا انت كي جي فانتا تاكي نمينا هيني مؤون من ازدون مزري مونا سيرو اريهو تشا اووهن ازمون ايد كارو او ابشاي سب اورون تيني اورو او ني آما يونم نيارو حس ايروف آريهو تشا بايريتي آنون تنارو مارينغوس نمناي اون تيرو
اسمو وبشايستان كيريان حسيرو آريو تشاس روحيني بخنيني مني شيئون كي اكتنون مني سيريون اسمو ابشايستان كيريان حسيرو آريو تشاس اسمو إبشويس قطا إبتومي إيرو كأومي بارانومي أوني شيرين تني رومي أوسير آريهو تشاد تيمي كي زوك ساسا بسرائيل إني نعرف خنو إزمي إنسليل ني اوي بنت مانويل خسيروف اريو تشا يبريتون ام ابنتي امي نم نبسي شي انتني اسمي ني اتسيفيو تنرف مي خسيروف آريو تشا افنوتي بانوتي اغو بيتن رسوتي اكتن اغو سدرك ميساك ابدين اغو وسيرو آريو تشا كوليم كن اونيشتي اي نشرويت اوني ترسي فيستي اي مشويت نم نفزستيرو اي طفعيت وصيرو اريهو تشاي بسيخوس كي انا بفسيس موينان تيرين خوريسيس رفسيس اسرنگو خن او بولافسیس حسیروف او سفتوز بیگ وگ بی ابتو خوز سرکیس آرید اف اف این اینو خوز ایسا جین ام نای حس می تو خوز حسیروف آریو چست بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا مخلصنا الصالح يسوع نشتاق يا رب ان نقترب منك ونتعامل معك كما تعامل معك ثلاثة فتية القدسين الذين اختبروك يا رب وهم في اشد التعب ولكن بيقين كامل ان انت يا رب مش هيروا مجدك الا اذا تألموا معك. يا من قلت لنا إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضا معه وطلبت لينا المجد الذي كان لك قبل كون العالم. أعطنا يا رب أن نرى هذا المجد في ذواتنا وفي حياتنا وفي انتصارنا على شهواتنا ورغباتنا وكل الأمور اللي بتصادفنا في أيامنا. ادينا يا رب أن احنا نشعر بالقوة الحقيقية تدب في أعماقنا وتخلصنا من كل القيود والذنوب والأفكار والشرور ومن جميع المعاسر التي وضعها عدو الخير في حياتنا. حرر يا رب قلوبنا، ادينا يا رب أن تنطلق نفوسنا في محبة حقيقية نراك فيها يا رب، نرى محبتك التي ظهرت وتجلت على الصليب، ونرى يا رب ونعرف كم أنت تشفق على طبيعتنا وعلى ضعف إمكانياتنا، ولكن يا رب ثقتنا فيك كبيرة إن نعمتك في الضعف تكمل. ثقتنا فيك كبيرة يا رب إن إحنا هنكون مرفوعين بإيديك، فأنت اللي بتحملنا على اليدين، أنت يا رب اللي بتقودنا إلى ينابيع الخلاص بفرح. نشتاق يا رب إليك، نشتاق أن نجلس معاك. إن كنا رب تهنا كتير في العالم وضيعنا وقتنا وجريت الأيام مننا، ف
فأنت قادر يا رب أن تعوض هذه السنين التي أكلها الجراد. استرنا بأجنحة صلاحك، نجينا يا رب من حيل إبليس، اكشف عن عينينا يا رب جميع الفخاخ المنصوبة لنا، ادينا يا رب أن نستتر في توبك، ادينا يا رب أن احنا نكون لمسين هذا الثوب مثل المرأة النازفة الدم، فنشفى يا رب من جروح الخطية ومن نسف الدم. رحمك يا إلهي غير محصى وكثيرة جدا هي رفاتا، قطرات المطر محصى عندك جميعها، ورمل البحر كائن أمام عيني، فكم بالحري خطايا نفسي هذه ظاهرة أمامك يا ربي، الخطايا التي صنعتها يا ربي لا تذكرها ولا تحسب أسامي، فإن العشر اختار توزن يخلصتها، واللص يا سيدي ذكرت، وأنا أيضا الخاطئ يا سيدي، علمني أن أصنع توبة، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع وتحيا نفسه. ردنا يا الله إلى خلاصا، وعاملنا كصلاحك، لأنك أنت صالح ورحوم، فلتدركنا رأفات سريعا، تراءى علينا كلنا أيها الرب الإله مخلصنا، وارحمنا كعظيم رحمتا، اذكرهم يا سيدنا المسيح، كن في وسطنا صريخا قائلا، سلامي أنا أعطيك، سلام أبي أترك لكم، يا ملك السلام أعطينا سلاما، كرر لنا سلاما، واغفر لنا خطايانا، فرق أعداء الكنيسة وحصنها، فلا تتزعزع إلى الأبد، أمان الإلهنا في وسطنا الآب بمجد أبي والروح القدس، ليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا أجسادنا، نسجد لك أيها المسيح وأبيك الصالح
والروح القدس لأنك أتيت خلصت. فرصة لكل واحد يرفع قلبه بالصلاة لربنا. إلهنا مخلصنا الصالح يسوع، نثق إن أنت يا رب مش هترد إنسان فارغ. وعدت وقلت من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، واثقين في وعودك، واثقين في حنوك، واثقين في تعطفك. لا تدع يا رب أحد منا يهلك أو تنقضي أيامه يا رب في زيف وغش. ادينا يا رب ان احنا نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح كل ايام حياتنا. ادينا يا رب ان احنا نكون انقياء القلب حتى نستطيع ان نعاينك ونرى مجدك بالحقيقة في نفوسنا. بشفاعة الطاهرة ام النور العذراء مريم والملاك الجليل ميخائيل، استجب لنا يا رب لما نقولك بشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا كفنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، والآن نشكر ربنا على اليوم النهاردة وعلى الوجبة الروحية الجميلة. عشان كده إن شاء الله الأسبوع الجاي أبونا حللنا هيبقى فيه وجبة أغابي، وجبة أغابي الأسبوع الجاي إن شاء الله، يعني ممكن نصوم من النهاردة. الأسبوع الجاي بنعمة ربنا هيبقى الموضوع الارتباط بين المشاعر والمشاكل، الارتباط بين المشاعر والمشاكل. طبعا بنقدم كل الشكر لربنا وبنشكر الأستاذ عماد ملاك اللي كان بيعزف الجيتار النهاردة، عازف الجيتار بنشكره كتير قوي. وبنشكر أستاذنا الدكتور فيصل على تشريفه لينا في كل مرة في اجتماعات الصلاة بتاعتنا. بنشكر العازفة الجميلة عازفة الأورج ناردين، وطبعا ما يفوتناش الكورال الصخراوي الجامد قوي، بنشكرهم بنقول لهم كل مرة وانتم طيبين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معاه.